السلام عليكم المشاهدين، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ العواشر مبروكه. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطاجين اللي هو بالطريقه ديالي، ونتمنى يعجبكم. نبغيكم تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر. بسم الله. دابا عندنا الطاجين سيدي، درناه كيحمى شويه. غادي نخوي الزيت، القياس اللي غادي نطيب به، وهنا عندي الدجاج اللي سبق لي راني مشرملاه. دائما انا الدجاج دائما كنشرملو. بسم الله. ما غادي نقليو ما والو البنات، نبغيكم تشاهدوا الفيديو، انا غادي ندير معكم هذا الشيء كامل قدامكم. بسم الله. صافي غنجيبو البصيله غنشلدو هكا على هذا الشكل هذا. لا ما تحتاجوا تقلي ما والو. بسم الله. هنا عندي الخضره البنات اللي غادي نرفقها مع الدجاج. عندي هنا البطاطا الحلوه والبطاطا العاديه. بسم الله. البطاطا غادي نخليها هكا على كمل هكا طويله البنات. باش ما تطيب ما تضيع عليناش تبقى مجبره. انتما عارفه البطاطا الحلوه راه في الساعة كطيب. وهنا المشاهدين سمحوا لي وليت درت قصير اخر، نقصت من البطاطا باش يقدر يقدني فين غادي ندير هاد البطاطا الاخرى. قطعتها على جوج. البنات عندي هاد المطيشه هاد الصغيره هادي، بلا ما غادي نقطعها غادي نخليها غير هكايا. من كطيب كتعطي واحد الشكل رائع وغزال. من بعد غادي نزيد نزين بالشفرجل اللي عندي هنايا، راه طايب دغري يلا خرجته من الكونجيلاتون. غنخليه دابا حتى يترخف وعلى ما طيب لينا هاد الخضره، وعاد نزينو به حتى هو من فوق، يزيد ياخذ الطياب ديالو مع البطاطا ويشرب ديك المرقه. هنا عندي جوج ديال الفصوص ديال الحمض مسير. باش نقول لكم البنات راه كيطلق واحد النسمه ما نقول لكمش، ودائما انايا الطياب ديالي بالحامض مسير اللي مصيبه على يديا. صافي هنا البنات غنديروا شويه ديال الربيع. واخا عندي الدجاج مشرمل بالثومه والربيع والمعدنوس والقزبر والعطريه، هنا غادي نرغي على واحد شويه باش نسم الخضره. هنا غادي ندير شويه ديال الملحه، حيت ما بغيتش ندير الملحه في الاول منتح في الدجاج. الدجاجه نديرها مشرب الملحه، غادي ندير غير هنا من فوق على حساب الخضره. وهنا عندنا الابزار اللي هو الفلفل الاسود، ندير غير شويه عطساني هنا من فوق. كما قلت لكم الدجاج راه مشرمل، نسمو الخضره ديالنا شويه شويه. وانا عندي سكنجبير، هادشي راه ديال المغرب البنات، راني طحنا على يديا
هاك كيعجبوني نديرو في هاد القريعات باش كيجيني ساهل هكا في الكبدان. عندي هنا الكركم، وهنا عندي الثوم بودرة اخو لي نص نبيته هويا كيما قلت لكم، الدجاج راه مشرمل بالثومه الناتورال. ايوا هنا البنات غادي نقدر غير بواحد شويه ديال الماء، هانتوما البنات كاس ما عامرش كاس لاروب، ومن بعد هاد المرق هاد العطريه وهاد الشيء من غادي الطاجين ديالنا يسخن مزيان غادي يعرق، وغادي ديك العطريه عفوا كلها غادي تهبط لنا لتحت. ونسيت الزعفران ديال اللون البنات، صافي هنا من بعد غادي نغطي عليه وغادي نقصو دابا من النار، نخليه يطيب على عافيه مهينه باش ما يحرق ليناش وما يشربش لينا داك المرقه، ونبقاو كل مره نزيدو في الماء. وانتم عارفه الطياب ديال الطاجين ضروري من العافيه مهينه بحال اللي نطيبو على الفاخر. ونتمنى تعجبكم الطريقه البنات، وتشاهدوا الفيديو حتى الاخر. وهنا من بعد ما طاب الطاجين ديالي هانتوما كتشوفوا معايا، دابا هاد الشفرجه انا هو عندي طايب هانتوما كتشوفوا، هنا البنات غادي ندير شويه ديال القرفه هنا على هاد الشفرجل، راكم عارفين الشفرجل كيبغي القرفه. يلا نشوفوا الطاجين ديالنا، يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله. اوي ايوا هذا هو الطاجين ديالي يا البنات يا المشاهدين، نتمنى هذا الطاجين يعجبكم، والله الا شهوه منه واحد الريحه فيه ما نقول لكم شجاع، ما نقول لكم شجاع في المستوى وغزال، ونتمنى يعجبكم. واللي ما مشتركش يدخل يشترك ويدير جيم 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 البنات، جيم جيم. وشكرا للمشاهدين، مازال على البوطه مازال ما تفيتوش، انا عاد غادي نطفي النار.